الهدف في الأول عرضية جول 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 فعلوها نعم هم فعلوها فريق الشيب دوناروما الثاني ما زالت ولكن غاية مرفوعة من أجل الثاني والتسديدة ولكن دوناروما يصحح خطأ دوناروما اللي يخطأ في التمرير الثاني يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله هنا فرصة لفريق لونس والتصويب ولكن إلى خارج الملعب.